ودنا بالطيب بزازي من جحاتي كل ما تخلص مع الناس كنك تغشح عمي نارين وجعليني ما دوك يومه علني فاني جع من المن هند عمي نارين جبت من على السعودية عمي الحين رمضان يجي ان شاء الله 47 سنة والقين روح اجازة ان شاء الله ترى هو ما يبغى يجلس بالهند هو كله هنا مرتاح هنا والقين بالهند تفكير كل يوم ديك جوالنا كل يوم كلام شلون مضيع شلون مور كويس زين الحمد لله 15 سنة ما يبغى ترى ديرة ثاني ما يبي بس يبي مضيع هنا ما يبغى خلاص يمشي كله من هنا رزق عمر 21 جيت الحين 15 سنة الحمد لله بنيت بيت وزوجت عندي واحد ولد واحد بنت كل من يعني شو والله من هنا ما يجي ممكن أنا ما في زوج يعني بالهند والله ما يقدر وكل يوم راح الدوام كذا كذا ويرجع بيت واحد ريال ما في الحمد لله هنا شوي شوي جمع كويس والله مشي حال هذا شو اسمه الله يرحمه عبد الكادر هذا ابو سراج ما شاء الله عليك هنا كم سنه ممكن خول اكثر من 30 فوق 30 ويجي من الهند اجازه وهو بعدين يجي تعبان وبعدين يروح المستشفى كذا كذا ما في فايده والله واحد يوم يجي اجازه زياده خلاص هو بعد اول كلام هو ابي هنا تبع اول يبغى ودي كلام نفر ما يبغى خلاص هنا هو كلام يبغى موت سعودية في شاك الهندي في شاك ما شاء الله تعامله معنا طيب اغلب المناسبات تيجي عندنا هنا ما شاء الله كل ما جيت ولا ابتسامة صراحة انا اعتبره كنوخه ها في شاك اي والله كنوخه حتى ما شاء الله تبارك الله يحب دائما يعني اللهجة السعودية حيل يقدر اللهجة السعودية ويتعامل دائما مع الشباب وعنده ما شاء الله بعض القصائد يحفظ من بعض الشعراء السعوديين هنا كل الجنسيات ترى عندنا احنا نضيع صراحه تعاملنا معهم طيب وهم نفس الطريقه تعاملهم طيب معنا صراحه ودايم صراحه اي مناسبه تصير عندنا في شاق ولا اي واحد من العمال الموجودين